هذا وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن يوم الشهيد الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يعد مناسبة جليلة تأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، ليكون هذا اليوم هو يوم للوطن ورد الجميل والوفاء لأهل التضحية والفداء. معربا معاليه عن فخره واعتزازه بتضحيات شهداء الواجب الوطني ممن ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوطن العزيز، والذين سجلوا أسماءهم الكريمة ودماءهم الزكية الطاهرة في سجل الشرف والإخلاص، مؤكدا أن مملكة البحرين لن تنسى أهالي وذوي الشهداء، فأبناؤهم هم أبناء البحرين وشعبها جميعا، ولهم كل الاهتمام والرعاية الواجبة. وأشار معاليه إلى أن قيادة وشعب مملكة البحرين لن ينسوا تضحيات رجالها البواسل الذين يبذلون جهودا وطنية مخلصة من أجل رفعة البلاد والدفاع عن أمن واستقرار دول مجلس التعاون والذود عن كرامة وحق الأمة العربية ومنع التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية التي يراد منها تقويض عمليات البناء والتقدم. وقال معالي رئيس مجلس الشورى: نشكر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تخصيص يوم وطني للشهيد لنقف فيه وقفة إجلال واحترام وتقدير لشهداء المملكة الذين قدموا أروع الصور في التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة من أجل أن تبقى مملكة البحرين في عزة وشموخ ورفعة. معربا معاليه عن دعم مجلس الشورى وإسناده لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ولكافة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة، سائلا الله تعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وينعم عليهم بصادق وعده.